والله ذكرياتي بعد ما تنوصف، انا ما شحتي بعد ذكريات. هذه كانت كلها قيعان حلوه وكلها فاكهه متروسه، وهالنخل هذا موجود زين. هذا النخل كان كله عامر وكله حلو، يعني حد ما خلصنا بس هي هاي الحيزان هذه ظاله شوي. هسه هاي الذكريات ظاله كل شيء ما مدينة الفاو يوجد فيها من أجود التمور والنخيل في العراق، لكن عدم توفر الظروف الملائمة حال دون عودتهم، لذلك بقيت الأراضي كما تشاهدونها عبارة عن صحراء. نسبة التصحر عالية جدا أصبحت في قضاء الفاو، بحيث أنه معظم الفلاحين فقدوا الأمل بإعادة زراعة الأراضي مرة ثانية لعدم توفر المياه ولكي لا تكون نكبة. كانت هناك محاولات في عام 2012، لكن مع كل الأسف عاد المد الملحي والماء المالح ليقضي على كل الآمال مرة أخرى. فهناك مخاوف كبيرة جدا من الفلاحين المزارعين موجودين حاليا في قضاء الفاو، لكن هناك مخاوف من الزراعة لعدم توفر المياه. نقول بركة الله سبحانه وتعالى. أنا جاي أسعي، وأكو ناس هم مثلي جاي تسعي هم وياي، هم جاي تشتغل، جاي يشتغلون جنوب. هذا حوز العشار هم بي، هذا حوز أبو عقاب قالوا له حوز أبو عقاب، وهذا كله كان برحي، والشط هذا على الشط كله نخل، كان ماكو قصب بالفو ما عندنا كان بالأول. رجعنا من الحرب لقينا القيعان كلها قصب متروسة، قصب وحلفة، وكل النخل كله ميت منتهي، بس هذا الحوز بيه كم نخلة ظلت. والله بعد انت جاي تشوف شلون مباريها، مسوي لها تقدير انا هاي سوان داذني. مسوي لها تقدير، وكل من يصب الماء عندنا تسقيه، بس احنا خايفين من الماء المالح، يعني بالضخ بالنسبه للضخ. اذا انقطع علينا جانا ماء مالح بعد احنا هذه كلها تروح، تعب مال هاي السنين كلها تروح علينا. قلتم قاعد حسين هذه؟ لا ما قلنا له، قلنا انا والله اللي بقلبي هذا هيهات ما اشوف. يعني انا احنا ننتظر بس ننتظر يكون يرجع لنا هذا النخل، ونرجع هاي بو انت هاي كلها خرايب صايره، ولا ماي ولا شيء، كلها ماكو. يعني ما اتصور هاي تعيد، لا تعود هالايام الحلوه هذيك الايام، ما 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 صورت تعود النهايه. لو كمل التبليه حتى الحقيقه يعني كانت انتاج التمور بالعراق عموما، يعني هو العراق المصدر الاول عالميا، حاليا المصدر رقم 7 بالعالم، وهذا طبعا يعني ما اتى من فراغ، وانما نتيجه تدهور في قطاع النخيل، انه من ناحيه العدد وايضا من ناحيه النوع.
محافظة البصرة طبعا هي المحافظة الأسوأ بالتدهور بين محافظات العراق بحكم أنه موقعها الجغرافي والحروب اللي جرت عليها، وأنه تقع في مصب نهر دجلة والفرات، المياه الرديئة توصل والمالحة إلها، لذلك أدى إلى انخفاض عدد كبير من أعداد النخيل، وهذا أيضا انعكس على التمور كميتها وأيضا نوعيتها.